بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل الأخ عبد العزيز يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول: هل هذا الاختلاف يصيب الأمة في آخر الزمان ويضعف من وحدتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع اختلاف، وهذا إخبار معناه التحذير من الاختلاف، لأن الله نهانا عن الاختلاف: لا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والاختلاف مذموم، معنى إذا أصر كل واحد من المخالفين على مذهبه وعلى رأيه. أما إذا حصل اختلاف من طبيعة البشر والأفهام، ولكن يحسن هذا الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويؤخذ ما دل عليه الكتاب والسنة ويترك ما خالف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويل، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الاختلاف يحصل طبيعة البشر واختلاف المفاهيم، ولكن يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هما الميزان لبيان الحق، ولا نتعصب لآرائنا أو لآراء مشايخنا أو رؤسائنا، هذا لا يجوز، وهذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما حصل من النصارى. هذا هو الموقف، موقف المسلمين عند الاختلاف، أنهم يردونه إلى الكتاب والسنة، وهذا من شأن العلماء. أما العوام إنهم يسألون أهل العلم عما اختلف فيه، ويأخذون بما أفتوهم به، ولا يأخذون ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، ويقولون افتى به فلان أو قاله فلان دون معرفة لدليله ومستند. هذا أمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن وقوع الاختلاف ماذا قال؟ قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول لم يخبرنا عن الاختلاف وسكت، وإنما قال: عليكم بسنتي. عند الاختلاف نرجع إلى سنة الرسول وسنة خلفاء الراشدين، ناخذ بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب علينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ خالد يقول: من هم أهل الصفة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أهل الصفة هذا كان في أول الهجرة، كان بعض المهاجرين يأتون أفرادا مهاجرين إلى الله ورسوله، وليس معهم شيء، ليس لهم سكن، قد خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم غرفة في المسجد تابعة للمسجد يأون إليها، يسمى بالصفة، وسموا أصحاب الصفة، ربما يسمى في وقتنا الحاضر السكن الداخلي. فهذا هو أصل الصفة. ولما وسع الله على المسلمين ووسع على رسوله صلى الله عليه وسلم، سكن المهاجرون في بيوتهم ومساكنهم، وزالت عسرتهم وحاجتهم، ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا السائل طالب يقول: أردت الزواج من ابنة خالتي، فقال لي الوالد بأن الزواج يا ابني والأقارب مصيره الفشل والأمراض وقطيعة الأرحام، هل هذا الكلام صحيح؟ وبماذا توجهون المأجورين؟ هذا كلام باطل، ورفض العوام، وربما يروج له الصحفيون، وهو كلام باطل. ولا مانع من الزواج من الصالحات، سواء من الأقارب أو من غيرهم. زوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أقاربه، وزوج بناته لأقاربه، ليس في هذا حرج والحمد لله، وليس فيه أمراض، وليس فيه ما يدعون من الأضرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ: ما حكم استفتاح الدعاء بقولنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
رسول الله، وهل هناك صيغ محددة فيها أجر في دعاء الاستراحة؟ نعم، الدعاء يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب القبول، ومن آداب الدعاء أن يحمد الله في أوله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب حاجته، هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة بإذن الله. وأما الاستفتاح في الصلاة، يستفتح المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه استفتاحات في فريضة وفي صلاة الليل، وتخير منها ما تيسر، وأقربها وأفضلها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو أفضل أنواع الاستفتاح. وإن أتى بغيره ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحسن، وينبه على أن بعض العوام يقول ولا معبود سواك، ولا معبود سواك، هذا كلام باطل، لأن المعبودات كثيرة سوى الله عز وجل، عبد غير الله أشياء كثيرة، لكن أن يقول لا معبود بحق سواك هذا صحيح، فلا بد من التقييد قوله ولا معبود بحق سواك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت ليلى تقول: أختي أصيبت بعين وقد ذهبنا بها عند أحد القراء للقراءة عليها، والحمد لله في الآونة الأخيرة تحسنت حالتها، وقد نصحها البعض من الناس بمسح الأرض التي كانت قد أصيبت عليها خشية أن تكون قد أصيبت من العين عن طريق مس الأرض من الجن، فهل فعلها صحيح؟ لا لا غير صحيح ولا أصل له، ولا أصل في علاج العين يؤخذ من العين، يؤخذ من العين، من ثيابه، من غسيل، من وضوئه، يؤخذ من وضوئه، من غسيل جسمه، من غسيل إزاره أو سراويله، وتراق على المصاب. وكذلك العين نفسه يذكر الله على المصاب ويدعو له بالبركة، وبهذا تزول العين بإذن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من الملاحظ عند الخسوف والكسوف من المصلين نشاهد حضور قليل، ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا الكسل، السبب في هذا هو الكسل. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة مؤكدة وفعلها صلى الله عليه وسلم، صلىها بأصحابه فيشتغلون بالصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بهم، هي سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها، وتفعل جماعة في المسجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون أثر على بعض العوام وعلى كثير من العوام أن الصحافة تعلن، يتبجح بعض أهل الحساب يتبجحون ويذكرون وقت الكسوف ولا فائدة للناس بذلك. الناس كانوا يعرفون هذا من قديم، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون الكسوف والكسوف بالحساب، وما كانوا يذكرونه للناس، لأن هذا يذهب منها من حيبته وأهميته، ويجعل العوام يقول ما دام أنه شيء عادي يحتاج إلى صلاة، فقد قالوا هذا كله من الجهل لله. هناك عبادات مربوطة بأسبابها وأوقاتها، ومنها صلاة الكسوف مربوطة بحصول الكسوف، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى نهايته، وهي من جملة الصلوات المشروعة لأسباب وفي أوقات محددة، وهي عبادة لله عز وجل. وأيضا وإن كان الكسوف والكسوف يدرك بالحساب، فما الذي يدرينا أنه سيزول عن الشمس والقمر هذا التغير؟ ولماذا لا نخاف أن يكون هذا عند قيام الساعة، وأن تقوم الساعة على إثر ذلك، أو أن يحصل عقوبات على إثر ذلك؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والذي يتصرف فيهما، والله جل وعلا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنحن لا نتدخل في أمور الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي وأن ندعو حتى ينكشف ما بنا، وأن نتضرع إلى الله عز وجل، وخشي أن تكون الساعة، من الذي يدرينا أنه سيعود الضوء والنور إلى الشمس والقمر؟ من الذي يعيده؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فنحن ندعو الله أن يعيده وأن يرفع ما بنا، هذا أمر يجب التنبه له. نعم. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه فضيلة الشيخ. هل من مكث في المسجد حتى الإشراق يجب عليه أن ينزل مكان محدد أو يتنقل في داخل المسجد ولا حرج؟ إذا
أراد أن يفعل السنة وأن يبقى في المسجد لصلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس يذكر الله ويصلي ركعتين ليحوز على الثواب والأجر، هذا شيء حسن. وإذا لزم مكانه لم يصلى فيه الفجر فهو أحسن. وإن احتاج إلى الانتقال إلى مكان غيره من المسجد لأنه يكون أكثر راحة له لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. أبو سعد يقول: شيخ المراحيض جلكم الله، التي توجد باتجاه القبلة في ظل وجود حاجز جدار، حيث أنني أقوم بأعمال منزل لي وتم وضعها باتجاه القبلة ولم أكن أعلم بالحكم. نعم، مسألة المراحيض موجهة إلى القبلة إذا كانت في داخل بنيان الصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك لأنه لم يستقبل القبلة مباشرة وإنما بينه وبينها حائل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة داخل بنيان، دل ذلك على الجواز في البنيان، إنما التحريم في الصحراء إذا لم يكن هناك بنيان لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأما في داخل البنيان فهذا الصحيح أنه لا بأس به. ومن العلماء من يرى أنه حتى في البنيان لا يستقبل القبلة، ويلاحظ عند إنشاء المراحيض ومحلات قضاء الحاجة ألا تجعل القبلة، لكن لو وقع هذا ووجد لا يلزمنا تغييرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: إذا صلت المرأة وجزء من شعرها مكشوف وهي لم تعلم إلا بعد أن سلمت، ولم تعلم فليس عليها شيء أنها معذورة. تقول: ما حكم وضع اليدين على الأرض للقيام للركعة، أي تتكي على الأرض؟ إذا احتاجت إلى هذا لمرضها أو ثقل بدنها أو كبرها فلا بأس بذلك، أما إذا لم تحتاج فكونها تقوم على تعتمد على ركبتيها تضع يديها على ركبتيها وتعتمد عليها هذا أحسن. تقول: بالنسبة لأجر الفرشاة والمعجون هل هو مثل أجر السواك؟ ومنظف الفم فيؤدي ما يؤديه السواك، فيأتي والله أعلم محل السواك ينال بذلك الأجر إذا نوى بذلك نظيف فمه. أم فهد تقول: شيخ، إذا دخلت المسجد والصلاة تقام هل أصلي تحية المسجد أم أصلي الفرض، علما بأنني سوف أصلي لوحدي؟ لا تصلي لوحدها، إذا دخلت الصلاة تقام تصلي مع المسلمين، تكون خلف الصف صف الرجال أو تصف مع النساء إذا كان هناك نساء، المهم أنها تدخل في الفريضة إذا حضرت الإقامة أو جاءت الصلاة والناس يصلون تدخل معهم وتكون الصلاة الفريضة قائمة مقام تحية المسجد. نعم. السائلة شير ميم صاد تقول: هل يشترط أن يكون لباس المرأة خارج البيت أسودا، وهل يجوز لبس ألوان أخرى غامقة البني والكحلي وغيرها، وما حكم لبس الألوان الفاتحة بالنسبة للمرأة علما بأنها منتشرة بين النساء؟ المرأة تلبس لباس نساء البلد، لا تخرج عن لبس نساء البلد، والرجل يلبس لباس رجال البلد لا يخرج عن ذلك، ولكن المرأة تلبس لباس نساء البلد ولكن لا تتزين عند الخروج، لا تلبس ملابس الزينة عند الخروج ولا تتطيب حتى ولو كانت ستخرج إلى المسجد، إنها تخرج بغير طيب وبغير ثياب الزينة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفيلات يعني غير متزينات ولا متبرجات ولا متطيبات، ولا تخرج الزينة ولا الطيب، لأن هذا من الفتنة التي تتسبب عن تبرجها وتطيبها عند الخروج. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: قرأ في أحد الكتب في كتب الأدعية هذا الدعاء وأسأل عن صحته، هل في عباراته شيء؟ يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا رسول الله توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضيها عني، اللهم فشفعه فيا وشفعني في نفسي. هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز يدعى به، لأن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته وبجاهه وبحقه أمر غير مشروع ومبتدع، وإنما هذا ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد التوجه بدعاء الرسول وشفاعة الرسول، وهذا في حياته، هذا حصل في حياته من رجل أعمى جاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله
الله أن يرد عليه بصره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو بهذا الدعاء، والقصد من ذلك بدعاء الرسول، توجه إليك نبيك أي بدعائه، لأن الرسول دعا له رد الله عليه بصره. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. نسأل هذا السائل يقول: ما حكم خروج المعتدة التي مات زوجها إلى قريباتها أمها أو خالتها، حيث خافت على نفسها في تلك الأيام وذهبت للمبيت عندهم مأجورين؟ المحدة تبقى في البيت، بيت الزوجية الذي توفي زوجها وهي فيه، مهما أمكنها ذلك، ولا مانع أن تخرج لحاجتها في النهار، أن تخرج إلى جاراتها في النهار، أما في الليل فتلزم البيت، إلا إذا خافت على نفسها كما قالت السائلة، إذا خافت على نفسها فلا مانع أن تنتقل منه إلى مكان تأمن فيه على نفسها. والأخت منيرة أرسلت مجموعة من الأسئلة، تقول: أختي الكبيرة يا شيخ تعاني من وسواس قهري في الوضوء، فما العلاج؟ وهل ينقص هذا من أجرها في العبادات؟ الوسواس علاجه بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان والأكثار من ذكر الله عز وجل، وإذا كان له علاج عند الأطباء النفسانيين يذهب إليهم ويراجعهم، وهو مرض نفسي، والله جل وعلا على كل شيء قدير، علي أن يلح الدعاء بالشفاء، يلح على الله بالدعاء يشفيه، وكذلك يستعين من الشيطان، وكذلك يكثر من الأدعية والأوراد في الصباح والمساء، الله قريب مجيب. الأخت السائلة امرأة تقول: من مصر، حاضت قبل طواف الإفاضة وسافرت دون أن تطوف للإفاضة، ولها أقارب في الرياض، هل توكلهم للطواف عنها وماذا عليها؟ عليها أن ترجع مع محرمها وتؤدي طواف الإفاضة، لأنه لا يتم حجها إلا به، ركن من أركان الحج فلا بد منه، وتعود إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة ولو تأخر ذلك، وإن كان حصل عليها جماع إنها تذبح فدية في مكة، تعود وتطوف للإفاضة وتذبح الفدية في مكة وتوزعها على الفقراء إذا كان حصل عليها جماع، أما إذا لم يحصل عليها شيء فإنها تؤدي طواف الإفاضة ويكفي هذا ويتم حجها به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت التي رمزت لاسمها بألف ألف من الباحة تقول: والدي كبير في السن رفض تزويجي أنا الصغرى من بناته حتى يتزوجنا أخواتي الكبيرات، هل في ذلك شيء وهل عليه إثم؟ نعم، لا يجوز له أن يضر بها وأن يحبسها حتى تتزوج أخواتها الكبيرات، لأن هذا من العادات المخالفة للشرع، وهي ظلم للفتاة، يجب ترك هذه العادة. أن تقدم لها خاطب كفء تزوج منه، سواء كانت هي الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، كل واحدة لها حظها ونصيبها. أحسن الله إليكم. يسأل الأخ أبو سالم عن صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول: وما هي شروط قبول الدعاء؟ نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا جاء في آيات وأحاديث: والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبلها، والهجرة يجب ما قبلها، وهذا معنى صحيح. وشروط قبول الدعاء: أولا الإخلاص لله عز وجل، الدعاء ادعوا الله مخلصين له الدين، ثانيا الأكل من الحلال، يتغذى بالحلال ويلبس من الحلال ويشرب من الحلال، هذا من شروط قبول الدعاء. وكذلك لا يحصل في الدعاء عدوان لأن يعتدي في دعائه، وإنما يدعو بدعاء مشروع، بدعاء مشروع. وأيضا من أسباب قبول الدعاء أن يوقن بالإجابة، لا يدعو بقلب فاتر وغافل ويقول إن استجيب وإلا ما هو لازم أو ما أشبه ذلك، لا، يجسم بالإجابة، إن الله جل وعلا قريب مجيب، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل المهندس